والله لن نهدى ولن تأمنون إلا بطلوعها. تتعالى الأصوات التي تنذر باندلاع حرب جديدة في وادي حضرموت عقب تصعيد ميليشيا الانتقال وتلويحها باستخدام القوة ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى. جولة جديدة من المواجهة يصر الانتقال على نقلها إلى وادي حضرموت مستدعيا شعارات مناطقية ومبررات مفتعلة لتسليم المحافظة للميليشيا وخطفها بأدوات مناطقية بعد فشله في اختراقها عشرات المرات. طلعنا مجموعة حوالي 15 نفر. فهنا يظهر القيادي في الانتقال حسن الجابري متوعدا بإخراج المنطقة العسكرية الأولى وتوجيه السلاح نحو أبناء المحافظة في تهديد صريح وإصرار مكشوف على إسقاط المحافظة وإغراقها في أتون الفوضى والاقتتال. وساعات الردى والموت يقامر الانتقال باستقرار حضرموت ومستقبلها عبر إدخالها في حلبة صراع مسلح، وهو ما يخشاه أبناء حضرموت الذين يحذرون من استغلال مطالبهم لتنفيذ مخطط يهدف إلى إخراج الوادي من حالة الأمن والاستقرار. في المقابل دعا حلف حضرموت إلى توحيد جميع الجهود وتكاملها لمواجهة الأخطار المحدقة بالمحافظة تزامنا مع التحشيد الذي يقوده الانتقالي. لطالما عملت الميليشيا على تغذية سيناريوهات التمرد في حضرموت مستغلة تدهور الوضع الاقتصادي ومطالب أبناء المحافظة المشروعة للتحشيد ضد قوات الجيش والأمن، وعندما فشلت في ذلك لجأت إلى التلويح بالقوة، وهو الخيار الذي يتماشى مع منطق الميليشيا التي تديرها وتمولها جهات خارجية. تواجه حضرموت التي بقيت خارج سياق التمدد الجغرافي للميليشيا مخططات جديدة تستهدف أمنها وسلمها الاجتماعي، فهل ستحكم الميليشيا قبضتها على المحافظة أم إن الطريق إلى حضرموت لا يزال طويلاً؟